بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مدونة العتال للمعلومات. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض التحديث الجديد الخاص بمتصفح جوجل كروم. طبعا كلنا عارفين إن شركة جوجل كل فترة بتطرح تحديثات جديدة لمتصفحها جوجل كروم، وهو أفضل متصفح موجود حاليا، وأنا شخصيا بحب أستخدم جوجل كروم. ولكن في تحديث جديد ظهر في الإصدار الأخير أو النسخة الأخيرة من البرنامج أو المتصفح، وحابين نستعرضه النهارده ان شاء الله مع بعض. مبدئيا اسم التحديث هو بارليل داونلودنج. بارليل داونلودنج هو ميزه او اوبشن او خاصيه ضافتها شركه جوجل للمتصفح، بحيث لما تيجي تعمل داونلود بمتصفح جوجل كروم يحمل معاك بكل السرعه اللي انت بتحمل بيها باي برنامج تاني. يعني مثلا لو انت بتحمل بالانترنت داونلود مانجر بتلاحظ ان السرعه بتكون عاليه جدا معاك، ولكن لو جيت حملت بجوجل كروم بتلاقي تلات ارباع السرعة او نص السرعة هي بس اللي موجودة على المتصفح. ولكن الميزة الجديدة اللي اتضافت في المتصفح او التحديث الجديد هو اللي هيخليك تحمل الملفات بكل السرعة اللي انت بتحمل بيها. يعني لو انت مثلا سرعتك 1 ميجا يبقى انت بتحمل بسرعة تقريبا 120 او 125 كيلو بايت. لو انت 2 ميجا بتحمل تقريبا ب220 او ب230 كيلو بايت. قبل التحديث دوت لو انت سرعتك مثلا 1 ميجا كنت بتحمل بسرعة 70 او 80 كيلو بايت، ما كانش بيوصل حتى ل90 او 100، وما كانش طبعا يعني السرعه ما بتكونش كويسه وما كانش ممكن التحميل يكمل معاك. ولكن التحديث الجديد ده زي ما قلنا هيخليك تحمل الملفات بكل سرعه الخط بتاعك. طيب في شروط معينه عشان تبدا ان انت تستخدم التحديث دوت. اهم شرط هو انك تكون مسطب اخر اصدار من نسخه جوجل كروم، وتكون النسخه الاصليه ما تكونش نسخه الاوفلاين، لان النسخه الاوفلاين يا جماعه بيكون التحديثات فيها موقوفه، مش هتقدر انك تعمل تحديثات. فانا هكون حاطط لك رابط جوه الموضوع، الرابط ده هتخش عليه هتلاقي نسخه جوجل كروم الخاصه بشركه جوجل، النسخه الاصليه اللي هي بتكون تثبيت اونلاين مش اوفلاين. هتيجي تحمل الملف بيكون بمساحه 1 ميجا او 2 ميجا، وهتيجي تسطبه هيعمل معاك داونلود، تستنى لحد ما يعمل داونلود وهو اوتوماتيك هيبدا يعمل سيت اب للمتصفح عندك على الجهاز. طبعا للناس اللي مسطبه النسخه القديمه من البرنامج يا ريت تحذفها وبعدين تبدا تعمل ريستارت وتحمل النسخة الجديدة، أو تحمل النسخة الجديدة الأول وبعدين تحذف القديمة وتعمل ريستارت وبعدين تبدأ تسطب النسخة الجديدة. تمام. طيب دلوقتي هنروح أول حاجة على متصفح جوجل كروم. زي ما احنا شايفين أجي هنا على التلات شرط أو النقط دي، وأجي هنا على هيلب، ومن هيلب هروح على أباوت جوجل كروم. زي ما احنا شايفين بيبدأ يعمل بحث عن تحديثات checking for updates. هنا فيرجن 63، لو انت عندك أي إصدار تاني قبل 63 التحديث ده مش هيكون متاح معاك، لازم يكون إصدار 63. فلو انت النسخه بتاعتك اوفلاين مش اصليه طبعا هيقول لك ان في مشكله في التحديثات مش هيقدر يعمل ابديت، فيفضل ان انت تسطب النسخه اللي هكون حاططها لك في الموضوع بتاع النهارده، عشان لو نزل تحديثات بعد كده تبدا ان انت تستقبلها بدون اي مشاكل. خلاص. طبعا هو هيفضل يدور كده وفي الاخر هيقول لي ان الابلكيشن او المتصفح او البرنامج بتاعي از اب تو ديت، يعني ده اخر اصدار او اخر تحديث لي البرنامج. زي ما احنا شايفين جوجل كروم از اب تو ديت، خلاص هو كده مفيش تحديثات، دي اخر حاجه نازله حاليا من شركه جوجل. طيب اول حاجه هنيجي هنا فوق في الشريط وهنكتب الكلمه اللي هتظهر قدامنا على الشاشه بالمنظر ده، كروم وبعدين نقطتين فوق بعض وبعدين سلاش سلاش، وهنكتب كلمه فلاج بالطريقه دي فلاج. تمام. وهنختار فلاجز اللي هي جوجل كروم فلاجز بالمنظر دوت، هيحولني على الصفحه اللي احنا شايفينها دي. الصفحه دي فيها اوبشن معين احنا هنفعله عشان نبدا ان احنا نستخدم التحديث الجديد. هنيجي في كلمه السيرش او في خانه البحث وهنكتب الكلمه اللي هتظهر قدامنا على الشاشه، هنكتب بي اي ار اي بالطريقه دي، هيظهر لي هنا بارليل داونلودنج زي ما احنا شايفين، وهو ده التحديث الجديد اللي احنا محتاجين نفعله في الاصدار الجديد بتاع جوجل كروم. هنيجي هنا ونختار انيبلد، وهيظهر لي تحت كلمه ريلانش ناو او اعاده تشغيل للمتصفح، بضغط عليها هيبدا ان هو يقفل ويفتح معايا، وبالتالي اكون فعلت الميزه الجديده او الاوبشن الجديد اللي اتضاف في جوجل كروم. طبعا زي ما قلنا برضو هنعيد تاني ان وظيفه التحديث ده بيخليك تعمل داونلود للملفات بكل سرعه الخط بتاعك، بكل السرعه الكامله للانترنت بتاعك، عشان الملف ينزل بسرعه كبيره جدا عندك على الجهاز. طبعا هتبدا تحمل، ممكن تستغنى عن الانترنت داونلود مانجر بس لو في ناس بتستخدمه في اليوتيوب او كده فانت خلاص خليك زي ما انت، ولكن الناس اللي ما بتهتمش بموضوع الداونلود ممكن تستخدم جوجل كروم وتفعل الميزه بتاعه التحديث الجديد دي.
وتستخدم المتصفح عادي جدا. يا رب يكون الموضوع النهارده سهل وبسيط بالنسبه لكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش اهم حاجه يا جماعه، تكونوا مسطبين النسخه الاخيره من جوجل كروم. النسخه دي هتلاقوها او الرابط الاصلي بتاع النسخه هتلاقوه موجود جوه الموضوع بتاع النهارده. ما تنسوش تضغطوا على اشتراك في القناه وتعمل لايك وشير للفيديو، لان ده موضوع مهم، اكيد في ناس كتير ما تعرفش التحديث الجديد. وتعمل جوين الجروب بتاعنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.